بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم نور الحق من أرض الممنوعات، معرض غصن الزيتون بمحافظة الجيزة، في عرض جديد من عروضنا اللي ما بتنتهيش. النهاردة هنقدم لكم تشكيلة الممنوعات، هنقدم لكم النهاردة 3 جواهر، هنقدم لكم النهاردة 3 حتت من الممنوعات. أول عربية معنا النهاردة موديل 2015، عربية فابريكا بره وجوه، بمعنى كلمة فابريكا بره وجوه، وحتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. العربية موديل 2015 وفيها رخصة 3 شهور وفيها سنتين على الشباك وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص وكاملة كل حاجة، ومش هتصرف عليها جنيه واحد. فيها 4 فرد كاوتش بحالة الزيرو، فيها طقم جنوت سبور، فيها طقم كارتيرات كامل في العربية، فيها دواسة جلد في الأرضية، كسوة جلد للكراسي عمولة، فيها فرش في السقف والجناب عمولة العمولة، فيها مكنة وعفشة ولا تجرب، حالة ممتازة جدا. العربية حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. عربية موديل 2015 كاملة كل حاجة، مش هتصرف عليها جنيه واحد. موديل 2015 ممنوعات، ممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. العربية التانية اللي معانا النهاردة موديل 2015، عربية فابريكا بره وجوه، بمعنى كلمة فابريكا بره وجوه، وحتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. العربية موديل 2015 مرور الحوامدية بمحافظة الجيزة، وفيها رخصة 6 شهور وفيها سنتين على الشباك وفيها توكيل مفتوح بالتجديد والترخيص وكاملة كل حاجة، ومش هتصرف عليها جنيه واحد. فيها 4 فرد كاوتش بحالة الزيرو، طقم جنوت سبور، طقم كارتيرات كامل في العربية، فيها طقم عتبي يمين وشمال، فيها دواسة جلد في الأرضية، فيها كسوة جلد للكراسي عمولة، فيها فرش في السقف والجناب عمولة العمولة، فيها مكنة وعفشة وقالة تجرب، حالة ممتازة جدا. العربية المكنة بتاعتها طيارة على الطريق. عربية موديل 2015 للغاوي، كاملة كل حاجة. موديل 2015 حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. ادي العربية الصالون بتاعها من الداخل، كاملة كل حاجة ومش هتصرف عليها جنيه واحد. خواجة وضع بلادها موديل 2015، وقلنا فيها رخصة وتوكيل مفتوح بالتجديد والترخيص. اخر عربية معانا النهاردة موديل 2015، عربية فابريكا بره وجوه، بمعنى كلمة فابريكا بره وجوه، وحتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. العربية موديل 2015 مرور فيصل بمحافظة الجيزة، وفيها رخصة 6 شهور ومن الزيرو، هي مع شخص واحد بس وكاملة كل حاجة، ومش هتصرف عليها جنيه واحد. عربية مش محتاجة جنيه واحد مصروف. فيها 4 فرد كاوتش زيرو، طقم جنوط اندونيسي اصلي، فيها طقم كارتيرات كامل في العربية، فيها دواسة فرنساوي في الأرضية، فيها كسوة جلد للكراسي عمولة، فيها فرش في السقف والجناب عمولة العمولة، فيها مكنة ما تحلش منها مسمار واحد، فيها مكنة وعفشة وآلة جر حالتهم 200%. العربية تأكل لقمة عيش. موديل 2015 كسر زيرو، موديل 2015 خواجة وضع بلادها. ادي الصالون بتاع العربية من الداخل، حاجة تفتح النفس. عربية موديل 2015 ممنوعات، ممنوعات يا صاحبي فعلا. يبقى كده عرضنا لكم 3 عربيات النهاردة موديلاتهم 2015 ممنوعات كسر زيرو، والبيع نقدا او بالتقسيط المريح والتقسيط بصورة البطاقة الشخصية، انت واي ضامن معاك تدفع وتمضي وتستلم وانت واقف على طول من ارض المعرض. كان معكم اخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.